اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هعمل معاكم فطير الملاك او فطير الملاك والعذراء. كل سنه وكلنا طيبين. الناس اللي ما تعرفش ايه هو فطير الملاك، يعني القرص الاقتصاديه، هعملها مكونات بسيطه جدا وطريقه ناجحه جدا. المكونات موجوده في كل بيت. هعمل معاكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ولو اول مره تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تضغطوا على الجرس واختاروا الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله في القناه. ولو اول مره تشوفوا فيديوهاتي على الفيسبوك يا ريت متابعه واعجاب لو عجبكم طبعا المحتوى. تعالوا نشوف بقى المكونات البسيطة السهلة الموجودة في كل بيت، وكمان طريقة ناجحة وطعم حلو قوي. طيب بقى هنحتاج سكر، هنحتاج زيت، ملح، فانيليا، دقيق طبعا، وكيس خميرة. طيب انا النهاردة هعمل معاكو هو كيلو من الدقيق. نقدر ان احنا نجرب في كيلو في نص ونشوف ايه الطريقة تطلع معانا عاملة ايه. انا هعمل معاكو حاجة سهلة كده، كيلو بس في الاول، ونقدر ان احنا نزود او نقلل حسب ايه ما بنحب. طيب اول حاجة معانا الدقيق، ده كيلو من الدقيق متعدد الاغراض. الدقيق دوت طبعا منخول. طيب الدقيق هنزل عليه بايه؟ هنزل بفانيليا. الفانيليا بتدي ريحة حلوة للقرص وكمان طعم حلو، ما نكترش، حاجة بسيطة كده من الفانيليا. طيب هحط ايه تاني؟ هحط ذرة من الملح. ايه ذرة من الملح ديت؟ يعني زي ربع معلقة صغيرة من الملح. بصوا انا مش هحط كل ده طبعا، بصوا اهي الذرة البسيطة اهي، ربع معلقة صغيرة من الملح. طيب هحط ايه تاني؟ تعالوا بقى قبل ما نبدأ في المكونات لازم نجرب الخميرة. عندنا النهارده هنحط خميره فوريه او ممكن نحط خميره عاديه. طيب الخميره العاديه اللي احطها يعني قد مثلا عين الجمل الصغيره، حاجه بسيطه مش حته كبيره يعني من الخميره العاديه. طب الخميره الفوريه هنجربها الاول ونشوفها شغاله ولا مش شغاله، عشان طبعا لازم أن تكون شغاله. هحضر كوبايه كده، نتاخر بس دقيق كده على جنب وافضي كيس الخميرة اهو زي ما احنا شايفين. وعشان تشتغل احط معلقة من السكر، معلقة من السكر من الكوباية. النهاردة هستخدم كوباية من السكر على كيلو الدقيق. لو احنا بنحب الفطير سكره زيادة شوية ممكن نزود عن الكوباية، زي كوباية ونص من السكر، بس انا هكتفي بكوباية وحسب احنا ما بنحب. طيب المية هحط طبعا على الخميرة مية، بس تكون مية دافية مش سخنة قوي ولا ساقعة. طيب انا هحتاج قد ايه مية لكيلو الدقيق؟ حسب الدقيق عندي ما ياخد، في دقيق بياخد مية كتيرة وفي دقيق لا. يعني هناخد من كوبايتين الا يعني هم اقصى حاجة كوبايتين او اقل من كوبايتين حسب نوع الدقيق. انا طبعا هعاير بالكوباية عشان نشوف احنا هنحط قد ايه برضو مية من الكوبايتين عشان تبقوا عارفين. انا مثلا هحط ايه نص كوباية مية اهي في الاول على الخميرة، والمية دي بتتحسب من نفس كمية المية اللي هتتحط على الدقيق، نص كوباية. ونسيب طبعا ايه الخميرة كده على جنب، نقلبها كده جهزناها ونسيبها على جنب لغاية لما تخمر. طيب معانا السكر. السكر طبعا ما ينفعش ان احنا نحطه كده على الدقيق، هيكون بيقرمش بيقرقش شوية. طيب علشان ادوبه هعمل ايه؟ هجيب كوباية كبيرة او برطمان زي ما احنا شايفين، احط فيه السكر بالشكل ده. اهو كوباية السكر، واحط عليها قد ايه؟ احط كوباية من المية. يبقى احنا كده حطينا كوباية ونص، اخدنا كوباية ونص من الكوبايتين اللي انا قايلالكوا عليهم. الدقيق احتاج مية تاني هنحط، محتاجش خالص. ادي كوباية وخدنا نص كمان على الخميرة. ندوب بقى السكر كده، تمام دوبنا السكر وهنسيبه برضو على جنب. طيب هنحتاج قد ايه من الزيت؟
بصوا الزيت انا برضو مسخناه بس مش غالياه، مجرد دافي كده، تدفية بسيطة. هحتاج كوباية انا معايراها، بس برضو بوريها لكم عشان تبقوا ايه شايفين كل خطوة. كوباية من الزيت اهو، كيلو دقيق عليه كوباية من الزيت، ده كيلو دقيق، حطينا عليه الملح والفانيليا، وهحط الزيت. وهندخل الزيت في الدقيق ونقلب كويس كده، ونقعد نبسه لغاية لما الدقيق ده يبقى معانا زي حبيبات الرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. البس اهو، طبعا انا هبسه وارجع لكم لغاية لما الدقيق يتشرب بالزيت كله كده. تمام، بسيت الدقيق مع الزيت وتشرب، وبقى عامل زي حبيبات الرمل زي ما احنا شايفين. هنبتدي دلوقتي ننزل بايه، هنشوف الخميرة. بصوا الخميرة شغالة، ارتفعت عملت فقاعات، يبقى كده تمام الخميرة بتاعتنا شغالة وزي الفل. اهو نزلنا بالخميرة، كمان هنزل بمعلقة من الخل، معلقة صغيرة اهي بالبركة كده حطناها. طيب وهنعمل ايه تاني؟ هنحط، ندور بس ايه، نقلب الخميرة كده مع الدقيق كده اهو بالشكل ده، وهننزل بالكوباية المية على كوباية السكر. كده حطينا مكوناتنا كلها، وهنبتدي نعجن العجين. احتاجت مية تاني هنحط، ما احتاجتش خلاص. زي ما احنا شايفين هي محتاجة مية تانية، جبت ايه نص كوباية مية، وهنحطها بالتدريج ونشوف ايه محتاج قد ايه منها. هي مش هتحتاج تاني على فكرة مية. كده جهزت معانا العجينة، عجنتها اكتر من 10 دقايق العجينة، عارفة ازاي ان هي كده تمام مش محتاجة مية تاني، طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد، كده تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هغطيها واسيبها تخمر. تعالوا نشوف بقى العجينة اخبارها ايه. انا طبعا غطيتها خمرت وبقت زي الفل. طيب دلوقتي بعد ما العجينة ارتفعت كده وخمرت، هنعمل ايه؟ هنقطعها لكرات حسب الفطيرة اللي احنا عايزينها او القرصة اللي احنا عايزينها. عايزينها كبيرة بنقطع ايه الكرة كبيرة، عايزينها صغيرة بنقطع الكرة صغيرة. بصوا الشكل ده كده، كده تمام. طيب ممكن احطها على الرخامة هنا وارصها وتريح شوية، وممكن في الصينية على طول. انا هحطها في الصينية على طول، هحضر صينية، بس الصينية هدهنها زيت بالشكل دوت كده. ندهن الزيت في الصينية كده، ما نحط الزيت كتير بالشكل ده كده، وايه وناخد الكرة اللي احنا عملناها وبنحطها كده في الصينية. هعمل معاكم كمان كورة، نتاخر بس ايه الصينية كده، وهنمسك كده العجينة نعملها كده. جهزت معانا القرصة، نحطهم يكون في وسع ما بين كل واحدة والتانية. هخلص الكمية ونرجع. كده خلصت الكمية كلها قرصتها، هنسيبها تريح 10 دقايق وبعد كده هنكمل. بعد 10 دقايق وزي ما احنا شايفين الفطير ريح، هنبتدي دلوقتي نفرده بايدينا او بالختم، اللي ما عندوش ختم طبعا بايده بيتفرد كده اهو،
وزي الفل. انا طبعا عندي ختم، هعمل ايه بالختم وايه واطبع بس ايه صورة الملاك كده على الفتيل هنا عشان بس تشوفوها. انا عاملة القرص فيه صغير وفيه كبير حسب ما احنا عاوزين كده. جهز معانا الفطير، هنسيبه 10 دقايق بس يكمل خمر تاني. هو بص هو يعتبر خمران منفوخ كده وحلو. هدخله الفرن يكون سخن مسبقا على درجة حرارة 240 وهيستوي وهنشوفه مع بعض. كده فطير الملاك بعد ما طلعته من الفرن وبرد، بصوا تسويته حلوة قوي، عمل كمية حلوة، كيلو مش وحشة. الفطيرة طلع ريحتها وطعمها حلوة وكمان طرية، بصوا الجمال اهو، بصوا طري خالص ازاي. اقطع معاكم واحدة بس عشان ايه تشوفوها، بصوا من جوه اهو اهو، بصوا عامل ازاي، حلو قوي، طري وجميل، ريحته جميلة وطعمه تحفة. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. اقول لكم ايه، سلام، وانتظروا مني فيديو جديد.